شباك مالل شوي هيك بيكون شكله للمالل؟ هو في شكل محدد للمالل وأنا ما بعرفه؟ ما بعرف بس أكيد مو هيك شكله للمالل. شوية مشاكل بالشغل توزيع يعني. يعني في شي خطير؟ في شي بيخوف؟ لك لا ما في شي بيخوف. شباك بتتلبك فورا ميلاد شباك ما في شي. يعني ما في شي؟ لك لو في شي كنت قلت لك. ما في شي. احكي لي انت شو اخبارك؟ والله يا ابو الريم شكلي عشقان. نفسها؟ بس كأنه هي كمان عم تستلطفني. ايه منيح؟ شو ايه منيح؟ منيح انه مستلطفتك. ليه عم بتقولها وكأنه مستغرب انه حدا استلطفني يعني؟ لا والله العظيم ما هيك كان قصدي. بدك عم لك ما قصدي. فرطة ميلاده فرطة خلاص. احكي لي انت هات. أوف. ما بعرف حاس حالي منفصل. الشغلات اللي عم بعملها وعم استمتع فيها صارت عم تتعبني. ما بعرف يمكن بس اليوم هيك إحساسي بجوز بكرة بتغير. ما عم أعرف أتوازن وعم أعرف مين أنا. وهداك أنا بدي ياني أطلع برات البلد. عم بينق 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 مو عارفان أنا بشو غرقان. وأنا الحقيقة اشتقت له. ما بعرف هيك اليوم غريب شوي مسترجي. كيف هو آدم شو أخباره؟ منيح منيح منيح. لقى شغل جديد وعم يلاقي حياته الجديدة. رجع يرسم. من وين بده يلاقي حيطانة هناك؟ لا تخاف عليه بدبر حاله. ايه وما ارتبط ما حب مو مع حدا يعني؟ عبد الحليم انت شو قصتك اليوم مع الحب شو بقى؟ ايه ما بعرف بس لما هيك البني ادم بيكون مرتبط بيكون كل شيء واضح قدامه. طريقه مبين عارف لوين رايح. اذا استلطفتك وحدة وصرت تعطي حكم بالحب والشراكة يا أحمد تجوزت. وانت مو ناوي بقى؟ أنا جوعانة جوعان كتير قوم نروح ناكل يلا. في عندي شغل ضروري بالصيدلية. ما عرفتك على فكرة. قوم ما في شغل. الطلبية التغيت. العمى ليه شو صاير؟ ما جا عبالي أحكي بالشغل شريف. أمانك أمانك مثل العادة. ايه